نشوف تقرير النصر والأهلي. في يوم كلمة الحسم، البطاقة الأولى المؤهلة للدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال تبحث عن من يستحقها، النصر والأهلي، ومباراة فك الارتباط. أحدهما سيبقى وستخسر المسابقة الطرف الآخر، فهكذا هي لقاءات الكؤوس. النصر بأرضه وجمهوره، والبحث عن هدفين نظيفين للانتقال لدور الأربعة، فلا مجال لأقل من ذلك لبلوغ المرام. كارينيو اعترف بارتكابه خطأ فادحا في الشوط الأول من لقاء الذهاب الذي استضافته مكة، وأكد على تصحيح الأخطاء وتعديل الأوضاع. فارس نجد والمهمة الأصعب، وإن كانت كرة القدم لا تعترف بالمستحيل فإن احتمال التفوق النصراوي وارد في لقاء الغد، واتضح ذلك من خلال مجريات الشوط الثاني الذي كان نصراويا خالصا. أما الأهلي فمباراة الغد تعني له الكثير وسط خيارات متعددة، الفوز بأي نتيجة والتعادل كذلك، بل وحتى الخسارة بفارق هدف أو بفارق هدفين عدا النتيجة التي يحتاجها النصر أو نتيجة لقاء الذهاب. الأمور تقف في صف الراقي، لكن كرة القدم علمتنا في أكثر من درس أن صاحب الفرصة قد ينجح، والمالك لأكثر من فرصة قد يخفق ويخسر كل شيء. لذا سيسعى الصربي أليكس لإغلاق المناطق الخلفية والاعتماد على الهجمات المرتدة التي قد تمنحه هدفا يجعل الأمور أصعب بالنسبة لخصمه. مباراة الذهاب شهدت سيطرة متبادلة من الطرفين على شوطي المباراة، سيطر الأهلي في أولها وسجل ثلاثة، وبادله النصر في الشوط الثاني وسجل هدفا، لتنتهي المباراة لمصلحة الأهلي بثلاثة أهداف لهدف. فهل يقلب النصر الطاولة والتوقعات ويخطف بطاقة التأهل، أم يحسم الأهلي الأمور لصالحه بفرصه الكثيرة؟ عبد الله، سهلة على مين وصعبة على مين بكرة؟ لا طبعا ما في لا سهلة ولا صعبة، هي في النهاية طبعا مباراة قمة بين فريقين كبيرين. أنا أعتقد أنه حتى فارق الهدفين للأهلي لا نستطيع حقيقة أن نقول أن الأهلي ضمن التأهل والوصول لدور الأربعة. مباريات الفريقين السابقة خلال الموسم الماضي والموسم اللي قبله الحقيقة يعني أعطتنا حقيقة انطباعا أنه هذين الفريقين الحقيقة يعني ربما لهم أسلوب واحد في اللحاق ببعضهما يعني ولا ننسى حقيقة مباراة 3-3 يعني هناك حقيقة يعني حتى الجمهور في الناديين الحقيقة جمهور النصر لديه طموح كبير، جمهور الأهلي لديه الرغبة في التأكيد. أنا أعتقد أن المباراة بكرة هي مباراة المدربين، يعني إذا كنا دائما نقول يعني مباراة الشوط أو الشوط الثاني في أي مباراة هو مباراة أو شوط للمدرب، أنا أعتقد مباراة بكرة هي مباراة مدربين. يعني عبد الله 3-1 كارينيو في النصر 3-1 ما هي سهلة ولا صعبة على أحد زي بعض كلهم؟ لا 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 انا اعتقد انه لا، هي مساله ان احنا نقول زي بعض، هو في نسبه موجوده لصالح فريق الاهلي. اعطينا النسبة يعني الاهلي ربما يكون طبعا الاهلي يعني فارق الهدفين بيعطيه الافضليه في مباراه الغد، لكن يعني وش تتوقع من الفريق النصراوي في المباراه؟ انا اتصور النصر ربما يلعب كما لعب الاهلي في الشوط المباراه الاول، يلعب النصر غدا ويتراجع الاهلي. انا اعتقد ان الاهلي راح يتحفظ في الشوط الاول، وربما حتى يعني ينزل مدرب الاهلي بنفس القائمه والتشكيله اللي لعب فيها في شوط المباراه الاول، مهاجم واحد ولديه خمسه في خط الوسط، وبالتالي اربعه مدافعين. يعني اتصور
اتصور انه 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 العمليه هنا ربما تكون لصالح الاهلي افضل يعني في مسك الامور خلال الشوط المباراه الاول والخروج بالشوط الاول بهذه الطريقه طبعا دون ان يجي مرمى هدف. الاهلي يريد ان يبحث عن هدف حتى يؤمن على على كل الامور طبعا، وبالتالي يعني صعب الامور على على على, على فريق النصر. النصر لديه الفرصه ان يحقق الهدفين، وتحقيق النصر الهدفين قد تقلب الموازين كلها طبعا وتذهب بالنصر الى دور الاربعه. ولذلك انا اقول هنا صعوبه المباراه تركي، لانه الفريقين يفهمون بعض ويعرفون بعض، والمدربين ايضا يعني حافظين امور كل الامور الفنيه في 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 كل فريق. نايف، سهل على مين وصعب على مين؟ نفس السؤال. والله شوف بجود ما يحتاج يعني النتيجه 3-1 مثل ما ذكرت انت. المباراه يمكن اذا اخذنا كره القدم ما في يعني صعب الحكم فيها او الجزم القاطع فيها، اوكي نتفق على ان تظل يعني حظوظ النصر ممكن قائمه، لكنها صعبه في ظل يعني الخساره في المباراه الاولى، في ظل ان الاهلي مجرد ان يسجل اي هدف حتزيد صعوبه المباراه. اذا سارت الامور انا اقول بوضعها الطبيعي فالاهلي مرشح اكبر، إذا كان في ممكن هدف في الدقائق الأولى، حالة طرد أو ما إلى ذلك، يعني الأشياء اللي تكون مفاجأة قد تعدل الكفة بالنسبة للنصر. أما إذا سارت الأمور بالوضع الطبيعي فأنا أتصور أنها هي ذاهبة للأهلي. ذاهبة للأهلي.